مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب ان اسمى غرض ومسعى في هذه الحياه هو ان يعرف الانسان الله لكن هل من الممكن فعلا ان يعرف الانسان المحدود الضعيف الله الغير محدود الخالق الاجابه بالتاكيد هي نعم فمعرفه الله متاحه لنا لأن الله أعلن نفسه وأعلن عن نفسه بطرق كثيرة. هنا ونحن نتحدث عن الله أشعر أننا نحتاج فعلا أن نخلع أحذيتنا لأن الأرض التي نقف عليها هي أرض مقدسة. لكن من هو الله؟ وما هي صفاته؟ وما هي طبيعته؟ وهل وحدانية الله هي وحدانية مطلقة؟ أم أن وحدانية الله هي وحدانية جامعة مانعة؟ اليوم اريد ان اتحدث عن موضوع مهم جدا بل عقيده اساسيه في الايمان المسيحي. هذه العقيده هي الايمان بالله الواحد مثلث الاقانيم. وسوف أح سوف احاول اني اشرح هذه العقيده بالتفصيل. انا عارف انه من اصعب الامور اوقات كثيره انه آه الانسان يشرح عقيده الثالوث لان عقولنا لا يمكن ابدا ان تستطيع ان تستوعب طبيعه الله وسمو شخص الله لكن بحسب ما اعلن لنا في الكتاب المقدس وبحسب ما اعلن لنا ايضا شخص الرب يسوع المسيح نستطيع ان نفهم معا ونستطيع ايضا من خلال هذا الفهم ان نكون مستعدين لكل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا الله الواحد مثلث الأقانيم. طيب قبل ما نبدأ نتكلم شوية عن موضوع الثالوث، إزاي الكتاب المقدس بيقول لنا إزاي نعرف الله؟ كيف يعلن الكتاب المقدس عن الله؟ احنا عارفين إن الكتاب المقدس هو كلمة الله المكتوبة. هو الكلمة المكتوبة. الكلمة المكتوبة أيضاً من خلالها بنعرف الكلمة المتجسد. شخص يسوع المسيح. فمن خلال كلمه الله بنقدر نعرف من خلال اعلان الله عن نفسه مين هو الله وما هي طبيعته وماذا يريد منا وما هي مشيئته ومقاصده منذ ان خلق الكون الى الى نهايه الايام منذ الازل والى الابد. كيف يعلن الكتاب المقدس عن الله؟ انا حاول احط دوان في رسمه بسيطه اتمنى انها تكون بتوضح هذه الامور الله بيعلن عن نفسه من خلال اعماله his acts في التاريخ اعماله اعمال الله بتشهد عن نفسه اعماله في الخليقه اعماله في العنايه اعماله في الفداء اعمال الله الكثيره جدا بتشهد عن شخص الله الله كمان بيعلن عن نفسه من خلال صفاته هذه الصفات اوقات كثيره بنجدها في أعمال الله يعني لما الله مثلا بيخلق فبنعرف أنه هناك حكمة وهناك قدرة إلهية الله بيعلن من خلالها عن صفاته أوقات كثيرة ربنا بيتكلم أيضا عن صفاته عن أنه الإله المحب الإله الرحيم الإله القدوس الإله البار بنعرف عن صفات الله بنعرف عن طبيعة الله فأعمال الله بتعلن لنا عن الله أيضا صفاته وأعماله كمان حاجة تانية طبيعته الله أعلن لنا طبيعته His inner life أو زي ما بنسميها أنه جوهر الله جوهر الله أو هنا بقى بنتكلم عن في الجزء ده اللي هنا دون هنتكلم عن طبيعة الله الله الواحد مثلث الأقانيم لما نيجي إلى أعماله إيه أعمال الله اللي بتعلن لنا عن الله أول حاجة الخلق في البدء خلق الله السماوات والارض وبعدين بنقرا عن كيف خلق الله الكون وكيف خلق الانسان وكيف ايضا اوجد الانسان وكل التاريخ البشري فالله هو الخالق هو خالق الكون هو خالق الذي امر فصار هو الذي خلق الكل عشان كده السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه فمن خلال عمل الله في الخليقة بنعرف عن الله لكن هذا الإعلان الإلهي احنا بنسميه اعلان عام بمعنى متاح لكل البشر الانسان الذي يستطيع الذي يريد ان يعرف الله انه يعرف عن وجود الله ويعرف عن حكمه الله ينظر الى الخليقه اللي حواليه ويدرك انه لا توجد صدفه وكل ما في الكون هو يعلن عن حكمه سرمديه، عن اله قادر يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. هذه هذا الاعلان اعلان عام عشان كده قال لنا الكاتب المزمور ان السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. الاعلان الثاني او الاعمال الثانيه المعجزات. الله بيصنع معجزات في التاريخ. الله صنع معجزات في العهد القديم ومعجزات الرب يسوع كلها في العهد الجديد وما زال الله بيصنع أيضا إلى يومنا هذا معجزات كثيرة فالله لم يتغير هو هو أمس واليوم والأبد وإلى هذه المعجزات بتعلن لنا أيضا عن, عن شخص الله كمان عمل من أعمال الله العناية الله بيعتني هو الذي يعتني بخليقته الله لم يخلق الخليقة ويتركها آه، لكن الله خلق الخليقه ويعتني بها هو الذي يشرق شمسه على الاشرار وعلى الابرار هو الذي يعطي وهو الذي يفتح يده فيشبع كل حي فيشبع كل حي غنى من رضاه هو الذي يعطي بسخاء الله يعتني بالإنسان يعتني بخلقته يعتني حتى بطيور السماء للدرجة أن الرب يسوع قال انظروا إلى طيور السماء أنها لا تزرع ولا تحصد لكن أبوكم السماوي يقوتها فالله يعتني بخلق الأعمال العناية الإلهية في كل يوم من أيام حياتنا بيعلن عن شخص الله كمان المقاصد الأزلية هناك مقاصد أزلية أو خطة إلهية منذ الأزل وإلى الأبد العالم الذي نعيش فيه لا يسير بالصدفة العالم الذي نعيش فيه لا لم يتركه الله لكن الله يحرك كل الامور حتى الامور التي نرى فيها شر وخطر وخطيه الله يستخدم شر الانسان وقسوه الانسان وخطيه الانسان لكي ما يصنع منها مقاصد الهيه ويحقق منها مقاصده فالله هو المتحكم في كل الاحداث هو يسمح بحدوث الاشياء لكنه الله ليس هو صانع الشر لكن الله هو صانع كل شيء حسنا لكن الشر هو من صنع الإنسان الذي وضع نفسه وأباع وباع نفسه ليكون ملكا لإبليس الذي هو قتال وأبو كل قتال منذ البدء دي صورة كاملة لإعلان الله عن نفسه كويس فالله بيعلن عن نفسه من خلال أعماله أوصافه أو صفاته طبيعته الله الخالق المعجزات العناية المقاصد لكن هذا الإعلان أحبائي اكتمل بقى في مين؟ في شخص يسوع المسيح. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في ابنه فكمال إعلان الله هو في شخص المسيح. عشان كده إحنا في إيماننا المسيحي وفي دراستنا للوحي وللإعلان نؤمن ان اعلان الله هو اعلان متدرج و... ولما اقول متدرج ليس معناه ناسخ ومنسوخ فكلمة ناسخ ومنسوخ أو مفهوم ناسخ ومنسوخ ليس موجود في الإيمان المسيحي نهائيا فالله ما بيقولش حاجة وبعدين يقول يا ده أنا عندي حاجة أحسن منها أو أنا افتكرت حاجة أحسن من الأولانية أو اللي أنا هقوله دلوقتي ينقض اللي أنا قلته قبل كده ما عندناش هذا في الإيمان المسيحي هذا موجود في الإسلام لكنه ليس في الإيمان المسيحي الإيمان المسيحي الإعلان الإلهي فيه هو إعلان متدرج بالضبط لو حب اشبههم هقول على أنه مبنى بيتبني قدامك فبترى الأساسات وبعدين مع ارتفاع المبنى ترى تفاصيل هذا البناء بالكامل هو بناء بيكتمل يوم بعد يوم الله أكمل هذا الإعلان هذا البناء في شخص يسوع المسيح له كل المجد فاعلان الله كان اعلانا متدرجا عشان كده لما بنقرا الكتاب بنعرف انه الله كلم الاباء بالانبياء لكنه ايضا في الايام الاخيره كلمنا في ابنه عشان كده عندنا كلام الله للانبياء قديما وعندنا ايضا ابنه كلام الكلمه المتجسد شخص يسوع المسيح عشان كده حتى اللاهوتيين قالوا لنا احنا عندنا الكلمه المكتوبه والكلمه المتجسد ده بخصوص كيف يعلن الكتاب المقدس عن الله. اما الى نقطه اخرى هناك واحنا بندرس موضوع اللاهوت هناك صعوبه وهناك خطوره. والصعوبه والخطوره دي لانه احنا في فهمنا البشري محدودين. واوقات كتيرة بنحاول انه ندخل الله جوه الصندوق اللي في في, في عقولنا ده وجوانا زي في العقل ده بحاول اجيب الله بكل ما له من مجد وصفات وعظمه وسمو واحاول ان انا ادخله جوه هذا الصندوق بدل ما انا اخضع عقلي لاعلان الله فانا بحاول اني اجعل اعلان الله مخضع لعقلي يعني المفروض يبقى العكس انه علينا الله هو الذي تخضع له عقولنا هناك صعوبه وهناك خطوره هذه الصعوبه تمثل عقيده الثالوث صعوبه كبيره في الفهم هذه الصعوبه قادت كثيرين او الكثيرين الى التوقف عن البحث والدراسه وحتى محاوله فهم العقيده من الناحيه الكتابيه يعني للأسف حتى في المجتمع المسيحي في كنائسنا او في حياة المؤمنين اكتفينا بأن احنا نقبل يسوع المسيح، مخلص الشخص لحياتنا وعندما نأتي إلى الدراسة وإلى البحث وإلى معرفة الإيمان المسيحي على حقيقته أوقات كتيرة بن... بنركن عقولنا وما بنحبش ندخل في مجالات تت... ترهق عقولنا عشان كده مع صعوبة عقيدة الثالوث البعض أو الكثيرين خلينا نقول للأسف الكثيرين قالوا إنه إحنا نقبلها بالإيمان فقط واكتفوا بهذا القول وكانت دي وسيلة للهروب الكثيرين من دراسة وفهم الإيمان المسيحي بما يختص بالثالوث عشان كده حتى سوء الفهم اللي موجود في مجتمعاتنا العربية عن الثالوث ناتج عن تقصير المؤمنين في فهمهم ودراستهم للإيمان المسيحي ولطبيعة الله وللثالوث الأقدس وعشان كده أنا بشجع كل المشاهدين في كل مكان يريد فعلا أن هذه الحقائق الإيمانية نقضي معاها وقت وندرسها ونفهمها علشان يقول عننا الكتاب ان احنا نكون مستعدين لكل من يسالنا عن سبب الرجاء اللي فينا على يجي واحد يكلمنا عن الله وعن طبيعته ابقى عارف اشرح ما بؤمنش بثلاث الهه لكن بؤمن باله واحد لكن قادر اني اشرح واوضح هذا الايمان المسيح عندنا مكالمه ناخد المكالمه ونكمل مع بعض الو الو ايوه مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا بحضرتك ابو مهند من الاردن اهلا ابو مهند كيف اخبارك؟ اخبار السلامة شو اخبارك انت؟ نشكر الرب نشكر الرب كيف كيف الصحة يا الدكتور؟ نشكر الرب حبيبي نشكر الرب آه. لدي سؤال ايوه لدي سؤال اتفضل. اذا سمحت اتفضل هل هل يستطيع هل يستطيع العقل المحدود ان يعرف الله الغير محدود؟ لكن الانسان اعطي عقل ليعرف مخلوقات الله لكن الله اعلن عن نفسه في عده اشياء في الطبيعه في الضمير في الكتاب المقدس واخيرا وليس اخرا اعلن عن نفسه بابنه يسوع المسيح. ده صح. ده 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 صح. أشكرك. دي طبعا ده دي حقيقة إنه آه عقولنا كبشر محدودة، وإحنا بندرس وبنعرف عايزين نعرف عن شخص الله. فالمعرفة عن شخص الله متاحة من خلال إعلان الله عن نفسه لينا في شخص يسوع المسيح. فيما أعلنه يسوع المسيح. وفيما أعلنه الكتاب المقدس عنا وفيما أعلنه الله في القديم عن نفسه عشان كده بقول أنه آه موضوع الثالوث موضوع صعب كويس لكن ليس مستحيل أنه احنا نفهم وندرس ونعرف صدقوني هذه الحقائق لما الانسان بيعرفها وبيدرسها وبيقضي معاها وقت وبيعرف اعلان الله عن نفسه كيف اعلن الله عن نفسه في الكتاب المقدس وفي الشخص يسوع المسيح بيبقى انسان جاهز ومستعد لمجاوبه كل من يساله وبيكون سبب بركه لكثيرين احنا مش مطلوب مننا ان احنا نكون لاهوتيين وندرس لاهوت لسنين طويله مطلوب مننا كمؤمنين ان احنا نبقى فهمين الإيمان المسيح زي ما قال أحد القديسين أنا أؤمن لأتعقل وأتعقل لكي أؤمن أنا ببدأ حياتي مع الرب بالإيمان لكني بعد كده ببدأ في الفهم مرحلة الفهم والنمو ومرحلة الإدراك ومرحلة الكبر في معرفة كلمة الله وفي معرفة الإيمان المسيحي بتثبت إيماني وبتجعلني أيضا بركة لكثيرين بيسألوا عن سبب الرجاء الذي فينا فلا نكتفي بالقول أن هذا الإيمان المسيحي نقبله بالإيمان كويس دي, دي البداية لكن مسؤوليتنا أمام الله أن نفهم وأن ندرس وأن ننمو وأن نكبر في معرفة شخص الله الصعوبة بقى زي ما قلت فكمان مش بس إن الصعوبة في دراسة موضوع الثالوث لكن كمان في هناك شيء آخر وهو أن الصعوبة تتمثل في العمق الذي تتضمنه والسمو عن منطق البشر منطق البشر في معرفتهم مرتبط بما نراه بما نختبره بما ندركه وما نراه وما نختبر وما ندركه أمور محدودة مرتبطة بخبرتنا ومرتبطة بقدرتنا الذهنية فمن ناحيه هي تؤكد انه يوجد اله واحد ده عقيده الثالوث انه عندنا اله واحد لكن من ناحيه اخرى تعلم انه يوجد ثلاث اقانيم متميزين خدها اقانيم او تعيينات مختلفين الاب والابن والروح القدس وكل اقنوم هو الله نفسه دي صعوبه يعني السمو البساطة انه الله واحد لكن الصعوبة في كيف يكون الله واحد وفي ذات الوقت مثلث الأقانيم آب وابن وروح قدس أو خلينا أقولها ذات الله وكلمة الله وروح الله خلوني آخد فيديو بيتكلم عن الفهم الخاطئ لعقيدة الثالوث وبعدين نيجي نكمل مع بعض دراستنا عن هذا الإيمان المسيحي الرائع The concept of Trinity, the word Trinity doesn't exist anywhere in the Bible. The word Trinity is not there in the Bible, but it is there in the Quran. Quran says in Surah Nisa, chapter 4, verse 171, it says, Wala taqulu don't say Trinity. Lakum. this has stopped, it's better for you. Trinity is also there in Surah Maida, chapter number 5, verse number 73, which says, لقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ صَالِسَ وَصَلَاصَاَ They are doing kufr, they are blaspheming those who say that Allah is three in one, is a triune God. Jesus Christ peace be upon him never said he was God. The concept of three doesn't exist in the Bible. طبعاً ده الفهم الخاطئ المنتشر في في مجتمعاتنا وبالأخص في المجتمعات الإسلامية عن الثالوث إنه احنا بنؤمن بثلاثه آلهة. وهذا الكلام ليس له اي صحة وليس له اي يعني اساس للصحة. هذا الكلام هو هو مجرد بدعة قديمة كانت موجودة وحاربتها الكنيسة وانتهت منذ عصور كثيرة جدا عشرات القرون وانتهى هذا الموضوع وهذا الايمان ليس من الإيمان المسيحي أن احنا لا نؤمن بثلاثة آلهة ولا نقول أن الله ثلاث آلهة فهذا شرك بالله لكن الإيمان المسيحي هو إيمان ب الله الواحد لكن هذه الوحدانية هي نقطة الاختلاف والمسلم مطالب أنه يفهم ما نؤمن به ولا يدعي علينا ايمان ليس موجود في كتابنا المقدس، مسؤوليه المسلم، مسؤوليه من يدعي اننا نؤمن بثلاث الهه انه يحاول اولا قبل ان يدعي انه يفهم طبيعه الايمان المسيحي بشخص الله. طيب القديس اغسطينوس قال عباره حطيتها بالانجليزي وحطيتها بالعربي. قال أنه لا يوجد موضوع الخطأ فيه خطير الخطر فيه خطير إنه no other subject is error more dangerous ما فيش موضوع الخطر فيه فعلا خطير قد موضوع الإيمان بالثالوث الأقدس وفي نفس الوقت التحقيق فيه صعب يعني البحث فيه الانكوايرينج مور difficult. يعني محتاج بحث ودراسه من الانسان لكن في نفس الوقت مفيش ايضا حق فيه المكافأة مجزية على قد الاكتشاف اللي ممكن الانسان يعرفه عن طبيعة الله من خلال دراسته لطبيعة الله مثلث الاقانيم. عشان كده لا يوجد موضوع الخطأ فيه خطير والتحقيق فيه صعب او الاكتشاف الحقيقة فيه اكثر جدوى من موضوع الثالوث. من موضوع الثالوث. واحنا عايزين نفهم مع بعض. يعني ايه الله واحد مثلث الاقانيم طب قبل ما ابدا في الشرح عن الثالوث ممكن يبقى الواحد بيسال سؤال أو احنا ليه مهم ان احنا ندرس ونفهم الثالوث الاقدس ليه مهم ان احنا نفهم عقيده الثالوث هاذكر بعض الاسباب اتمنى انها تكون بتشجعكم اعزائي المشاهدين على البحث والدراسه وعلى فعلا معرفه اعلان الله عن نفسه كما اعلنه هو لنا في الكتاب المقدس، لماذا يجب علينا ان نفهم وان ندرس عقيده الثالوث؟ هقول عده اسباب، اول حاجه الله اعلن لنا نفسه بهذا الشكل بهذه الصوره والله بيطالبنا ان نعرفه هكذا يعني احنا مش بنكون صوره عن الله من خلال تخيلاتنا عن الله مش 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 بنعرف عن الله من خلال الايماجينيشن بتاعنا احنا بنعرف عن الله من خلال اعلانه هو عن نفسه فانا باجي للكتاب المقدس وباجي لشخص المسيح وبقول الله اعلن عن نفسه ازاي بهذه الطريقه الله يريدني يعني ان اعرفه الله عايزني اعرفه بهذا الشكل الله اعلن عن نفسه منذ القديم وفي كل الكتاب المقدس وفي شخص يسوع المسيح بهذا الشكل فالله يريد مني أن أعرفه هكذا فالإيمان المسيحي لا يبنى على تخيلات أو على أمنيات أنا بقى هكون صورة عن الله وحاول أن أنا أرسم صورة شخصية عن الله لا أنا باجي للكتاب المقدس ومنطلقي في معرفة الله هو كلمة الله أعلان الله عن نفسه حاجة ثانية عقيده الثالوث تعتبر واحده من اهم العقائد التي تميز الايمان المسيحي ولذلك وجب دراستها. هذه العقيده لا نجدها في اي من العقائد او الايمانيات او الديانات الاخرى، لكنها موجوده في الايمان المسيحي وهي تعتبر اساس وحجر اساس في ايماننا المسيحي، فبدون الايمان بالثالوث يبقى عندنا ايضا تساؤل عن من هو يسوع. وطبيعه شخص يسوع المسيح، وطبيعه شخص الروح القدس. هذا الايمان المسيحي حجر الداويه في شخص يسوع المسيح ابن الله، واذا لم يكن يسوع المسيح هو ابن الله يبقى ما نقدرش حتى الايمان بخلاصه وبعمله يكون ايمان كامل. فايماننا المسيحي مبني على هذا التميز في ان شخصيه الله او ذات الله أن طبيعة الله هي واحد مثلث الأقانيم عقيدة الثالوث تعتبر مركز الإيمان المسيحي والذي بدون أيضا تهتز العقائد الأخرى لو أنا ما عنديش هذه العقيدة عقيدة الثالوث يبقى أنا كمان ما أقدرش أقبل أن يسوع المسيح هو ابن الله المتجسد ما أقدرش أقبل لاهوت الروح القدس ما أقدرش أقبل الخلاص والفداء وأن يكون عمل الله اللي كفر بيه عن خطية العالم كل هذه العقائد احبائي تسقط عندما نترك وعندما آآ آآ نبتعد عن الايمان بالله الواحد مثلث الاقانيم العباده الحقيقيه لله تتطلب مننا معرفه شخصه والعلاقه مع الاب والابن والروح القدس ان العباده الحقيقيه مبنيه على هذا الايمان كمان يعني حياه الصلاه حياه الصلاه كمؤمنين كمسيحيين مبنيه على ايماننا بالثالوث نحن نصلي الى الاب من خلال الابن وبعمل الروح القدس يعني فده اللي علمه لنا الرب يسوع فبالتالي حتى في حياه الصلاه الايمان بالثالوث مهم جدا الخلاص والفداء والقداسه هم عمل الثالوث معا الخلاص هو عمل الثالوث معا القداسه هي عمل الثالوث معا فحياتنا كلها وايماننا كله مبني على عمل الله الاب والابن والروح القدس. وده طبعا نجده في افسس في اصحاح واحد من عدد ثلاثه الى عدد 14 بيكلمني عن الاب والابن والروح القدس في عمل الفداء وفي عمل القداسه. لكي نكون ايضا نحن مطالبين بدراسه وفهم ايماننا المسيحي عن طبيعه الله وعن ذات الله من مثلث الاقانيم لانه احنا مطالبين بان احنا نكون مستعدين لمجاوبه كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا. و... في طبعا كتب كثيره موجوده باللغه العربيه متاحه عن الايمان المسيحي وكل كتاب بيتكلم عن العقيده او عن الايمان المسيحي جزء منه مهم قوي هو دراسه عن الثالوث عن وحدانيه الله عن الاقانيم عن الاب والابن والروح القدس لكن في كمان كتابين انا بعتبرهم مهمين ويعتبروا من الكتابات الأساسية في كتاب لعوض سمعان اسمه الله في المسيحية ده كتاب مهم قوي يمكن شوية في لغته مش بسيط لأنه بيتناول أجزاء فيها فلسفة وعمق لكنه رائع وغني ومشبع وبيرد على كل التساؤلات حتى اللي بترحل بعض والاعتراضات اللي بترحل بعض عن الإيمان المسيحي بخصوص شخص الله، لكن كمان في كتاب آخر كتبه الزميل وهو شخص عزيز على قلبي هو الدكتور عماد شحادة مدير كلية اللاهوت في الاردن كتب يعني يعتبر بحث جميل وعميق جدا الاب والابن والروح القدس اله واحد امين ضرورة التعددية في الوحدانية الالهية واعتقد ان ده ايضا موجود ومتوافر في المكتبات المسيحية في عالمنا العرب دول يمكن كتابين متخصصين عايز أقول في هذا الموضوع وأنا بشجع كل باحث وكل دارس وكل كارز وكل خادم وكل من يسعى إن الله يستخدمه في توصيل الحق لكثيرين إنه يقضي وقت في الدراسة وفي البحث علشان يقدر إنه يجيب على الأسئلة بخصوص هذا الموضوع يكون مستعد لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه. معرفتنا لطبيعة الله أيضا أنه واحد مثلث الأقانيم هي الخط الفاصل بين الإيمان الصحيح والهرطقة اللي بيفصلنا اللي بيفصل الإيمان المسيحي عن الإسلام أعتقد أنه المفهوم عن الله مهم جدا في الإيمان الإسلامي الله ليس مثلث الأقانيم وفي الإيمان الإسلامي المسيح هو مجرد نبي وليس الله المتجسد وده طبعا مبني على رفض لعقيده الثالوث الاقدس كما اعلنها لنا الكتاب المقدس وده اللي بيختلف ايضا بيجعل شخص هرطوقي في تعليمه وشخص ايضا محافظ في تعليمه يعني اريوس لماذا اعتبر اريوس هرطوقي لانه رفض ان يكون الابن مساوي للاب في الجوهر فاعتبر من الكنيسه الاولى انه مهرطق وغيره وغيره فده خط فاصل احبائي وحلو قوي انه انه نكون بندرس هذه الامور انا دايما اقول انت مش محتاج تدرس العقائد الغلط علشان آه تبقى مستعد لمجاوبه كل من يسالك، انت مستعد انت بس محتاج تدرس الايمان الصحيح وده اللي يديلك كفايه ان انت تبقى عارف بالظبط ازاي ترد وازاي تجاوب، يعني دايما اشبهها بهذا التشبيه اقول لو انا معايا آه يمكن معايا في جيبي هنا آه آه خليني اطلع معايا 20 دولار اي ال 20 دولار دي ممكن ال 20 دولار دي تعتبر 20 دولار اصليه كويس لكن هناك في في الخارج في الاسواق في عشرات العمل المزيفه المزيفه انا ممكن اقضي عمري كله وعمري يمضي كله في دراسه العملات المزيفه اقعد ادرس العمله دي عمله مزيفه واكتشف ان العمله دي عمله مزيفه. لكن ده مش معناه ان انا عرفت الحق. انا علشان اعرف العمله المزيفه انا محتاج حاجه واحده بس محتاج ادرس الاصل. محتاج اعرف ان العمله دي الاصليه ايه اللي بيميزها وايه اللي فيها من علامات وايه اللي فيها من اشياء بحيث انه لو وقعت بين ايديا عمله اخرى غير دي اقدر اقول ان العمله دي مزيفه. فأنا كمؤمن كمسيحي محتاج إنه أدرس كلمة الله محتاج إنه أدرس إعلان الله عن نفسه وأنا بشجع كل واحد فعلا بشجع كل مؤمن كل إنسان مسيحي كل إنسان عابر عرف المسيح إنه لا يكتفي بمجرد إنه عرف شخص المسيح وقبل المسيح مخلص شخص لحياته أنت بدأت المرحلة بدات حياه جديده هذه الحياه الجديده محتاج انك تنمو وتكبر وتفهم وتعرف وتتعمق وتكون بركه لكثيرين ربنا يقدر يستخدمك انك تكون بركه لكثيرين فانا بشجع كل شخص فعلا انه حتى مع الصعوبه الا ان هناك مكافاه وهناك فعلا مجازات وهناك فعلا روعه ومتعه في دراسه كلمه الله وفي التعمق في الايمان المسيح فلا نكتفي بان نكون على الشط هبدا في دراستنا لموضوع الثالوث بحقيقه اساسيه لا يختلف عليها اثنين في الايمان المسيح وهي الله واحد God is one. الله واحد. هذه الحقيقه عواد كثيره للاسف اخواتنا المسلمين ما بيقدروش يشوفوها هم كل اللي بيتكلموا عنه اه احنا بنؤمن بثلاث الهه واحنا ما بنؤمنش بثلاث الهه انت اساسا ما عرفتش الكتاب المقدس بيقول ايه عن الله فانت محتاج عزيزي اولا ان انت تعرف اعلان الله عن نفسه وماذا يقول الكتاب المقدس عن شخص الله؟ فاول حقيقه جوهريه بيعلنها الكتاب المقدس عن الله هي ان الله واحد. الله واحد. وهجيب بعض الايات ومش كل الايات لان عندنا ايات كثيره جدا من العهد القديم الى من من التكوين للرؤيا. لكن عشان الوقت هجيب بعض الايات اللي تؤكد هذه الحقيقة الجوهرية في تسنية ستة طبعا الآية المعروفة لنا واللي بيسموها اليهود اللي هي يعني آه يعني أو يطلق عليها جريت شماع أو اسمع آه يا إسرائيل تقول هذه الآية الرب يقول لشعبه هذه الكلمات اسمع يا إسرائيل إيه الرب إلهنا رب إيه عايزك عزيزي المشاهد تقولها مره تانيه الرب الهنا رب واحد ادوناي الهينو ادوناي اخاد اله واحد الرب الهنا رب واحد ده الايمان المسيحي ده اعلان الله عن نفسه هو بيقول كده وعشان كده لان الله واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك لو الله مش واحد ما كانش الله يقدر يطالب بهذا الامر انك تحب الرب الهك كان يقول تحب الالهه ال 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 بتاعتكم لكن يقول تحب الرب فوصيه محبه الله من القلب والقدره والفكر مؤسسه اولا على وحدانيه الله وحدانية الله خط فاصل في الكتاب المقدس الله واحد كمان في تسنية 32 وفي عدد 49 39 يقول ايه انظروا الان انا انا هو وليس اله معي انا اميت واحيي سحقت واني اشفي وليس من يدي مخلص يبقى انا انا هو وليس اله معي ليس اله معي هو الذي يميت ويحيي هو الذي يسحق ويشفي هو الذي يداه تخلص كويس ولم يقل انه ليس اله معنا او اله معنا لكنه قال اله معي لا يوجد لا يوجد. فتثنيه 6 بياكد وتثنيه 32 ايضا وعدد 39 بيؤكد لنا هذه الحقيقه. انقل لايه اخرى اشعياء 44 اشعياء 44 وعدد 6 الى 8 بيقول لنا ايه؟ هكذا يقول رب ملك اسرائيل وفاديه رب الجنود. أيس أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري ومن مثلي يبقى هو الأول وهو الآخر أو حسب ما قالها الرسول يوحنا أعلنها الرب الرسول يوحنا في سفر رؤيا أنا أيضا الألف والياء ألفا أن أوميجا أنا الألف والياء أنا الأول والآخر ولا إله غيري ومن مثلي يعني لا يوجد إله آخر غيري ولا يوجد إله مثلي لا يوجد مهما كانت الأمم بتعبد فهذه العبادات هي أوثان لا يمكن أبدا ترتقي أو أنها تشبه الله أو أنها تكون صورة لله عشان كده الرب أوصى شعبه قال أنه لا تصنع لك تمثالا منحوتا ممن في السماء أو من على الأرض أو تحت الأرض أو من البحر أو من الطير لا يكون لأنه الله لا يمكن أبدا أن الإنسان يشبهه بشيء لا يوجد مثله لا يوجد مثله. يقول لك ينادي فليخبر به ويعرضوا لي منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات وما سياتي ليخبرهم بها. لا ترتعبوا ولا ترتاعوا اما اعلمتك منذ القديم واخبرتك فانتم شهودي هل يوجد اله غيري ولا صخره لا اعلم بها. حبا لما نقرا الحاجات دي في العهد القديم. كويس؟ ونعرف انه انه شعب اسرائيل ده كان شعب صغير قوي كان يعني مجموعه كده مقارنه بالشعوب اللي حواليهم كانوا الا قوي يعني قليلين لا يقارنوا سواء ببابل او باشور او بالممالك الاخرى اللي كانت موجوده وفي في القديم كل مملكه كان ليها اله او الالهه بتاعتها، فهناك الهه بابل وهناك الهه المصريين وهناك الهه الاشوريين كويس؟ وكان كل واحد بيفتخر ب بي الهته على انه دي الهته هو مش الهه غيره كويس؟ ده الهه هو مش اله غيره. الوحيد في 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 التاريخ اللي كان يقول انه ليا الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها هو يهوى إله إسرائيل هو اللي كان يقول كده ما كانش بس يقول إنه ليه إسرائيل كان يقول ليه كل الأرض أنا إله كل الأرض أنا سيد كل الأرض أنا لي الإنسان والحيوان والطير وكل شيء أنا الذي أميت وأحيي أنا الإله المتسلط لكي يعلم المصريين أني أنا الله في أرض مصر أنا إلى المصريين أيضا هم عندهم آلهة وثنية لكن هذه ليست آلهة أنا الإله الحقيقي وعش كده يقول هل يوجد إله غيري هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها كل شيء عريان ومكشوف أمامه وحدانية الله وحدانية الله أساس في الكتاب المقدس شاهد آخر اشعياء 45 وفي عدد 21 الى 22 يقول اخبروا قدموا وليتشاوروا معا من اعلم بهذه منذ القديم اخبر بها منذ زمان يعني ربنا بيقول عن ال... يعني كان بيتكلم شعبه بيديلهم امور مستقبليه كثيره جدا اليس انا الرب ولا اله اخر غيري اله بار ومخلص ليس سواي التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض ماشي هنا التفتوا الي واخلصوا يا شعب إسرائيل فهو المخلص لكل اقاصي الأرض هو الله المخلص لكل البشر لاني انا الله وليس اخر يبقى وحدانية الله وحدانية الله عامل مهم جدا وحقيقة مهمة جدا في حقيقة خلاص الله للانسان فالايمان المسيحي هو ايمان باله واحد. الايمان المسيحي هو ايمان باله واحد. وخلي بالكم في العالم القديم على قد ما كانت تتكتر الالهه بتاعتك على قد ما انت تبقى يعني حضاريا وعسكريا ومن كل ناحيه شعب قوي، يعني مثلا آه المصريين عبدوا كل شيء عبد ما خلوش حاجة بصراحة الفراعنة إلا وعبدوها حتى الجعران ها آه 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 الخنفسة عبدوها القطة عبدوها البعل عبدوها آه الشمس عبدوها يعني كل الفرعون كان كان ابن الإله عبدوا كل شيء وكانوا بيعتبروا أنه سر قوتهم في تعدد الآلهة بتاعتهم البابليين عملوا كده عبدوا الهه كتيره جدا واهل كنعان ايضا كان عندهم الهه كتيره واثينا كان عندهم الهه كتيره لدرجة انه انه علشان يعني لئلا يكون هناك اله ونسوا يعبدوه فيبقى زعلان منهم وغضبان عليهم عملوا معبد في اثينا واطلقوا عليه معبد الاله المجهول في عمل 17 شعب اسرائيل كان مصدر قوته وفخره هو الاله الواحد. طب ليه شعب اسرائيل ما راحش يتمثل بالالهه؟ لانه الايمان العهد القديم مبني على اعلان الله عن نفسه. مش مبني على تخيلاتهم وعلى امنياتهم لكن مبني على اعلان الله اعلن نفسه من البدايه انه انا الله وليس اخر. وده هو الإيمان المسيحي أنا الله وليس آخر عشان كده في نحامية تسعة هذه الصلاة الجميلة اللي رفعها نحامية في سفري وفي إصحاح تسعة وعدد ستة وسبعة قوموا باركوا الرب إلهكم من الأزل وإلى الأبد وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح أنت هو الرب ايه وحدك أنت هو الرب وحدك. أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها وأنت تحييها كلها وجند السماء لك يسجدوا. أنت هو الرب وحدك. اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وأنت هو الرب وحدك. الإيمان بوحدانية الله. وحدانية الله مرتبطة ب الله مرتبطة بموضوع مهم قوي وهو موضوع ربوبية الله يعني ايه ربوبية الله؟ ان هو يبقى رب يعبد فالوحدانية مرتبطة بهذا المفهوم فهو الرب الوحيد الخالق المتحكم في كل الأشياء الذي يستحق العبادة والسجود والإكرام فالوحدانية مرتبطة بالربوبية لو الله مش واحد يبقى مش رب يبقى هناك رب اخر او هناك اله اخر ينافس الاله اللي موجود وهناك تنافس بين الالهة على مين يبقى الاكبر ومين يبقى المعبود ومين يبقى الاعظم وهذا موجود كله في عبادات الشرق الادنى القديم لكن وحدانية الله في الكتاب المقدس هي اساس ربوبيته. فاعلم اليوم وردد هذا في قلبك. ولما يقول ردده في قلبك ليس انه مجرد انه يعني اقعد اقول حاجات انا مش فاهمها. لكن اقعد انه يملا قلبك. انه يملا كيانك من جوه. انه ده اللي يكون بيتحكم فيك في عبادتك وفي حياتك وفي سلوكياتك وفي تصرفاتك وفي علاقتك مع الله وفي علاقتك مع الاخرين فاعلم اليوم وردد في قلبك ايه بقى ان الرب هو الاله في السماء من فوق وعلى الارض من اسفل ليس سواه لانه واحد فبالتالي لا يوجد معه شريك لانه واحد فلا يوجد معه اله للارض ولا يوجد اله للسماء يعني دايما في القديم كنت تجد انه هناك الهه للمياه العذبه وهناك اله للمياه المالحه، هناك اله للخصوبة، هناك اله للقوه و يعني للطبيعه للمظاهر الطبيعيه او للرياح، للعواصف، للزوابع، للشمس، يعني كل دي كانت تبقى الهه كثيره. وهذه الألهة كلها بنسميها لوكالز كده وكل إله متخصص هناك تخصصات تخصصات في إله لكذا وفي إله لكذا هذا الفكر أحبائي غير كتابي وللأسف حتى اليومين النهاردة ما زال هذا الفكر إن كان حتى بيمس بعض الـ الـ الأمور يعني آه مش عايز ادخل في موضوع عقائديه لكن بتالم كثيرا لما الاقي مثلا حد حاطط حاجه على الفيسبوك يقول لك القديس الفلاني ده متخصص في الاشياء المفقوده فانت لو عندك شيء مفقود القديس الفلاني القديس الفلاني ده متخصص في كذا احبائي هذه الامور ليست كتابيه ولا تمثل الكتاب بالصلاه احنا عندنا الله الواحد الذي يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه امر وهنا يقول الرب الاله في السماء لانه هو واحد فهو اله السماء واله الارض. لانه هو واحد فهو المتحكم في كل الاشياء. لانه هو واحد فهو الخالق والفادي والمقدس. لانه هو واحد هو المتسلط على الطبيعه وهو ايضا المانح الحياه. لانه هو واحد مش اثنين ولا ثلاثه هو واحد. فسلطان الله وربوبيه الله وسيادة و و و و الله متوقفة على أن يكون واحد وليس أكثر من واحد وهذا هو الإيمان المسيح أن الله واحد حاجة ثانية يقول برضو نحمية نفس العبارة اللي بتأكد لنا أنه إزاي وحدانية الله مرتبطة بحقيقة مهمة جدا وهي أنه هو سيد الأرض كلها أنت هو الرب وحدك كويس؟ ولانك انت الرب السيد وحدك انت تستحق ان نقوم ونباركك منذ الازل والى الابد. انت رب مستحق انك تاخذ التسبيح والاكرام. انت رب صنعت السماوات والارض وسماء السماوات وكل جندها والارض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها وانت تحييها كلها. فلا يوجد عندنا اكثر من اله هو اله واحد. يعني حتى في قصص الخلق الاسطوريه القديمه سواء يعني ملحمه جلجامش ولا ولا اهتراسة او غيره من الملحمات البابليه القديمه الخلق نتج عن صراع ما بين الالهه حتى الطوفان نتج عن صراعات ما بين الالهه لكن احنا عندنا اله واحد هو الذي امر فكان هو الذي قال فكان أمر فصار هو واحد هو اللي تكلم وكانت كلمته هي الكلمة المحية قوموا باركوا الرب إلهكم إيماننا المسيح مبني على وحدانية الله أيضا إشعياء 44 أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري لا يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها أنا الرب الواحد وحدانية الله في العهد القديم هي الأساس اللي اتبنت عليه أيضا وحدانية الله في العهد الجديد زي ما قلت أن هناك بناء متكامل هذا البناء الذي هو إعلان الله كان بيكتمل مع الزمن ومع الوقت إلى أن اكتمل هذا البناء والإعلان الإلهي في شخص يسوع المسيح الذي قال من رآني فقد رأى الآب وحدانية الله في العهد الجديد هي إنعكاس وتأكيد لوحدانية الله في العهد القديم مش كده يقول لنا حتى الرب يسوع له كل المجد في متى أربعة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هو واحد هو الذي يستحق السجود ويستحق العبادة للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. كمان رمية 3 وعدد 30 لأن الله واحد هذا هو الأساس هو الذي يبرر الختان بالايمان والغرله بالايمان يبقى لان الله واحد فمقاييس التبرير عنده واحده هو لا يغير مقاييسه الانسان يتبرر بالايمان سواء كان بغرله او غير الغرله الله هو الذي سيبرر لانه واحد فهو لا يتغير منذ الازل والى الابد هيظل التبرير بالايمان ابراهيم تبرر بالايمان قبل الختان وده المقياس الالهي فلا يوجد انسان هيتبرر بعيدا عن الايمان بالمسيح يسوع لان الله واحد حاجه ثانيه يقول واما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. غلاطيا واحد. 20. وفي تيموساوس الاولى اثنين وعدد خمسه، لانه يوجد اله واحد. احنا جبنا شواهد كثيره. وهذه الايات الكتابيه سواء من العهد القديم او من العهد الجديد. هي بتاكد لنا حقيقه واحده مؤكده وهي ان الايمان المسيحي مبني على وحدانيه الله مبني على الاله الواحد الذي ليس غيره وليس له مثيل فكل الكلام وكل الايات اللي بتتكلم عن ان احنا بنعبد ثلاث آلهة ليس لها اساس من الصحة وهي مبنية على خرافات مبنية على هرطقات لكنها مش مبنية على المعرفة الحقيقية من خلال كلمة الله عن الإيمان المسيحي طيب الله واحد لما نتكلم عن الله الواحد يعني بقصد ديب الله الواحد فهل وحدانية الله دي وحدانية مركبة؟ يعني يعني ال, ال الألم ده ألم واحد لكنه مركب مركب، فبقدر أقول إنه ألم واحد لكنه مركب من أجزاء. فهل وحدانية الله هي وحدانية مركبة؟ طبعًا في الكتاب المقدس الله كائن، لما أقول كائن بمعنى انه شخص كويس الله كائن بمعنى انه شخص الله مش مجرد قوه ولا مجرد يعني آآ آآ فكره الله شخص هذا الشخص هو شخص روحي غير مكون من اجزاء لان الله روح فهو مش ممكن يكون مكون من اجزاء كيف يكون للروح ان تتكون من اجزاء أي أن وحدانيته ليست وحدانية مركبة فالجزء أقل قيمة من الكل وهذا وهذا ليس في لأنه مش بس الجزء أقل قيمة من الكل يعني يعني إذا خدت الجزء ده من الألم هو أقل قيمة من الألم كبعضه فهو أو أنه يد الإنسان أقل قيمة من الإنسان كإنسان يعني ممكن أعيش من غير يد أعيش من غير عين هي كويس ان يكونوا موجوده لكنه ممكن اكون زي ما انا انسان لكنه من غير دي فهي 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 اقل قيمه من الكل من الكيان مش كده حتى الرب يسوع قال خير لك ان يعني تقطع يدك من ان تلقى كلك في جهنم لانه الكل اهم من الجزء وكمان مش بس ان الكل اهم من ان الكل اهم من الجزء لكن كمان الاجزاء لابد أن تكون سابقه للكل، يعني انا لو عندي ال اللعبه بتاعت المكعبات اللي بعمل منها صوره البازلز دي، كويس؟ ال ال الاجزاء دي لابد انها تكون موجوده عشان اعمل الصوره، عشان اكون الصوره، وهنا بيبقى الجزء سابق في وجوده عن الكل، كويس؟ وهذا ليس فالله، فالله ليس ماده، الله ليس مكون من اجزاء الله ليس عنده جزء اقل قيمة من الكل وليس عنده أجزاء سابقة للكل، الله روح في الإيمان المسيحي الله روح والذين يعبدون يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا يوحنا 4 24 الله روح كويس وقلنا الحقيقة دي أكثر من مرة وهنقولها كل مره ناتي فيها نتكلم عن الله ان الله في الايمان المسيحي روح كويس لكن لماذا لا يوجد اجزاء او اعضاء في الله هقول لكم ليه لانه لا يمكن ان يكون في الله اجزاء اقل قيمه من ذاته مش ممكن وفي نفس الوقت لا يمكن ان ينفصل جزء منها او لا يوجد حاجه ثالثه الله روح غير مادي هذه الحقائق بتجعلنا نقول انه وحدانيه الله ليست وحدانيه مركبه فالوحدانيه المركبه هي وحدانيه ضعيفه جدا ولا ينبغي ان ترتقي الى سمو وروعه وجمال طبيعه الله صفات الله كمان ليست اجزاء منه ده في الوحدانيه الاصحاب الوحدانيه المركبه بيقولوا انه اجزاء الله صفات الله هي اجزاء منه لكنه الوحدانيه اللي احنا بنؤمن بيها ليست هي الوحدانيه المركبه عشان كده صفات الله ليست اجزاء فيه هي صفات ابديه في الله لا يكون الله بدون صفاته ولأن صفاته أبدية فهي لم ولن تتغير ولا يمكن أن يضاف إليه صفات جديدة، يعني الله عادل هو عادل منذ الأزل وهيظل عادل إلى الأبد، الله محب، الله محب منذ الأزل وسيظل محب إلى الأبد حتى قبل الخليقة، حتى قبل خلق الإنسان، حتى قبل خلق الكون، الله مستقل بذاته. بصفاته فعال فيه منذ الأزل وإلى الأبد فالله مركب لا الله مش مركب ده تعليم خاطئ الله الواحد وحدانيته ليست وحدانية مركبة كمان الله وحدانيته في الإيمان المسيح بقى هي الوحدانية الجامعة المانعة ده الإيمان المسيحي ده نوع الوحدانيه اللي احنا بنؤمن بيها الوحدانيه الجامعه المانعه بمعنى ايه؟ لله تعيين خاص فكل كائن له تعيين خاص به وله مميزات تعيين حقيقته ان يكون الله بذاته متميزا بميزاته تبين حقيقته كويس حاجه ثانيه صفات الله صفات الله هي عاملة منذ الأزل ولا وهي موجودة مع الله وإحنا هنكمل الجزء ده بقى باستفادة الجايه نتكلم عن الوحدانية التي نؤمن بها نحن كمسيحيين الوحدانية الجامعة المانعة إلى أن نلتقي في الحلقة في حلقة جديدة من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم